مرحبا حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم حلو كتير طيبه وسهله وبسيطه وكتير رائعه وشكلها بشهي لجميع المناسبات. شايفين شكلها كتير رائع وان شاء الله بتنال اعجابكم. لنبلش الطريقه مع بعض. بسم الله. اول شي عنا موزي وتفاحه. بدنا نقشر التفاحه ونقطعها كمان. بقطعها بهيدا الحجم وهيدي السماكة. بس قطعنا التفاح بهيدا الحجم، هلا كمان بحط الموزي. نفس الشي الموزي رح قطعها قطع صغيرة بهيدا الشكل. خلصنا من الموزي كمان قطعناها، هلا بخلطهم مع بعض. خلطتهم مع بعض، بنحطهم بالأكواب. بحطهم على جنب لنعمل الجلي أنا وياكم. ضيف 230 ملي مي مغلية، بحركن منيح ليدوب عنا الجلي. بس دب الجلي هلا بضيف عليهم 230 ملي مي بارد. خلصنا من التحريك، هلا بدنا نحطهم فوق الموز والتفاح. بحاول اعمل الطريقة بسرعة عشان الموز والتفاح ما يدبغ عنا. هلا بحطهم بالبراد اقل شيء 3 ساعات ليجمد عنا الجلي. موجود عنا 180 ملي حليب بارد، هلا بضيف عليهم ظرف كريمة. بخفقهم على سرعة عالية. خفقنا الكريمة، بحط الكريمة بكيس الكريمة. منزين على الوجه، انا رح احط كرز مجفف بيعطي شكل كتير حلو. هذه الكرز متوفرة بالسوبر ماركت بتلاقوها. هيدا شكل الحلو النهائي اللي عملته انا وياكم. بتمنى الطريقه تكون نالت اعجابكم وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي احبابي.